طبعاً مجهول في المركز الثالث. أنا الخامس بكل فخر. لقد تفوقت عليك يا برحي للمرة الثانية. وطبعاً تمورة سبقتنا جميعاً، عالمة المستقبل. ماذا بك يا تمور؟ ألا تريد معرفة النتيجة؟ بالطبع لا. الأول دائماً، لم يتزحزح مرة واحدة. ألا تفرح لكونك الأول؟ لم يعد الخبر جديداً علي، فأنا دائماً الأول والأشطر والأروع والبطل الرياضي ونجم الصحافة المدرسية. لا تغتر بتفوقك يا تمور، فأنت سبقت تمورة بنصف درجة فقط. وربما الشهر القادم سوف يتغير الترتيب. لا أظن. أنت ناجح وأنت الأول، تعال لنمرح ونحتفل. هو الذي يجب أن يقيم حفلة بمناسبة تفوقه الدائم، وهو ما سنفعله الليلة. أوه، دعكة رائعة يا جدي. ماذا بك يا تمور؟ هل اقتراب تمور من درجتك جعلك تقلق على المركز الأول؟ أنا غير قابل للمنافسة. وهل ستنافس في احتفال الليلة على لعبة شد الحبل؟ لا داعي، فأنا أكسب دائماً يا جد عجوة. ولكنك لا تفرح بنجاحك ونجاح أصدقائك. هيا لنحتفل، وغداً سوف أعلن لكم مفاجأة. حقاً يا جد عجوة؟ ما هي؟ ها؟ وكيف ستكون مفاجأة إن قلتها الآن؟ شكراً لك يا جدي، لأنك تهتم بنا وبما يسعدنا جميعاً. هيا يا تمور، فلنحتفل جميعاً. سوف أكون أول من يأكل الكعكة، بل أنا سأسبقكم جميعاً. أعتقد أن الجد عجوة سوف يخبرنا عن رحلة بحرية تنظمها المدرسة. لا لا لا، سوف نذهب لمتحف السفن. لهذا أنا أتقدمكم في ترتيب الصف. سوف يحكي لنا الجد عجوة حكاية السفينة تايتانيك. تلك السفينة الضخمة الجميلة التي غرقت في أول رحلة بحرية لها بسبب غرور قائدها؟ زعموا أنها لن تغرق أبداً. هل انتهيتم من التخمين؟ كنا نحاول أن نفهم لماذا رسمت لنا تلك السفينة. أنا متأكد أن المفاجأة سوف تكون رحلة بحرية. إجابة خاطئة. أنا محق إذن، سوف نذهب لزيارة متحف السفن. وهذه أيضاً إجابة غير صحيحة يا مجهول. أثرت فضولنا يا جد عجوة، فما هي المفاجأة؟ سوف نشترك جميعاً في مسابقة. رائع، ما هي المسابقة يا جدي؟ أياً كان موضوع المسابقة، فمن المؤكد أنني سأفوز بالمركز الأول. مرة أخرى يا تمور. هو طموح واجتهاد وليس غروراً يا تمورة. إذن سوف تساعد زملائك في صنع نموذج مصغر لسفينة ذات محرك، كالسفينة تايتانيك التي غرقت. إن تعاونتم لن تغرق سفينتكم أبداً يا خلاص. لكننا لا نعلم شيئاً عن صناعة السفن يا جد عجوة. لدينا المكتبة والإنترنت، سوف نتعلم ونعرف يا برحي. وسوف نتعاون كي تبحر سفينتنا وتصبح أفضل سفينة في المدرسة. إذن فلتعملوا معاً كفريق واحد، كل بمهاراته، لتصنعوا سفينة جميلة لا تغرق. وهل يجب أن نصنعها جميعاً؟ بالطبع، فكلنا نمثل الفصل، ويجب أن نتعاون لننجز العمل بإتقان وفي وقت مناسب. يجب أن نقسم العمل فيما بيننا حتى نصنع عملاً متقناً لنفوز جميعاً. كنت أفضل العمل بمفردي، فلدي المهارة الكافية لصنع السفينة وحدي. ولكن الجد عجوة قال إنه مشروع جماعي، أي أننا سوف نتعاون معاً لنصنع السفينة. نعم، أعرف ذلك، ولكن هل لك رأي آخر يا تمور؟ في الحقيقة أنا لا أثق في قدرتنا على الفوز لو تشاركتم معي في صنعها. معك؟ هل تظن أنه مشروعك وحدك؟ يبدو أنك تماديت كثيراً يا تمور. على أي حال، أخبروني كيف سوف تصنعون السفينة؟ سنقسم العمل فيما بيننا، وكل منا يقوم بالمهمة المطلوبة منه. حسناً، وما هي تلك المهام؟ كل منا سوف يضع خبرته وما لديه من معلومات يحصل عليها من الكتب والإنترنت
إضافة إلى مهاراتنا اليدوية يا تمور. يجب أن يكون وزن السفينة وحجمها يسمحان بأن تعوم ولا تغرق. إذن علينا أولاً أن ندرس قانون الطفو. كما يجب أن نتعرف على أفضل الخامات التي تناسب صنع السفينة. سوف أصنع سفينتي وحدي. والحجم يسمحان بالطفو. كله محسوب كما كان في المخطط. علينا استخدام مادة صمغية قوية حتى لا يتسرب الماء للسفينة. ها قد انتهيت. لا يهم أن تكون متقنة جدا، سوف تكون أفضل من سفينتهم بالتأكيد. لقد فعلنا ما استطعنا في وقت قصير. الأهم أننا أنجزنا العمل حسب قدراتنا واجتهادنا. سفينتي الأجمل، وهي التي ستفوز ولن تغرق أبداً. سفينتنا طافية، سفينتنا طافية. وسفينتي أنا أيضاً. لا تغرقي، لا أرجوك. يمكن لسفينة الكرتون أن تطفو إذا راعينا قانون الطفو ولصقنا مكوناتها جيداً حتى لا تغرق. لا تقلق يا تمور، سوف تتعلم من هذه التجربة وسوف تصنع سفينة أفضل. نعم يا تمور، أنت موهوب حقاً، ولكن ليس كل عمل يمكنك إنجازه بمفردك. لقد كان درساً لن أنساه يا جد عجوة. التعاون والمحبة مفتاح النجاح الجماعي، وهكذا نستطيع بناء وطن جميل على أسس متينة، وفي النهاية كلنا فائزون.